أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: قد ذهب بعض الشباب يوم الجمعة إلى البر، فلما حضرت الصلاة قام أحدهم فخطب بهم ثم صلى بهم صلاة الجمعة، فما حكم فعلهم هذا؟ هذا بيتدرب على الخطابة، بيجرب يشوف. الصلاة ما هي محل تجارب ولا محل لعب. لا تجوز صلاة الجمعة في البر، لا بد أن تكون صلاة الجمعة مع المسلمين في البلد وفي محل الاستقرار. أما المسافر اللي في البر، المسافرون في البر والبوادي ما هم يصلون جمعة، كانوا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم المسافرون لا يصلون جمعة. الرسول صلى الله عليه وسلم في أسفاره ما ورد أنه صلى الجمعة، مع أنها تأتي الجمعة في أثناء سفره عليه الصلاة والسلام. البوادي التي المسلمة حول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمرهم بإقامة الجمعة، لأنهم غير مستقرين، يتنقلون تبع الرعي، ما أمرهم صلى الله عليه وسلم بإقامة الجمعة، مع أنهم جموع كثيرة. فالجمعة يشترط لها الاستقرار، ولا تجوز من المسافر ولا من المتنقل، يعني ما تصح منه لو صلاها إلا تبعا لغيره، إلا تبعا لغيره. فإذا صلى المسافر مع المقيمين صلاة الجمعة أجزأته عن الظهر، أما أنه يصليها استقلالا هي لا تصح وليست فرضه، فرضه الظهر. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.